أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، إليكم تفاصيل أخبار الأهلي. الفنانة المغربية نجاة الرجبي تنفصل عن زوجها نبيل عبيد شقيق زينب عبيد. تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبر انفصال فنانة نجاة الرجبي عن زوجها نبيل عبيد بعد إلغائها متابعة بعض ما البعض على تطبيق الانستغرام وحذف الصور التي تجمعهما. وكشفت مصادر مقربة لهما أن انفصالهما أمر صحيح وأن الطلاق تم منذ مدة طويلة. وأطلت نجاة الرجبي على متابعيها بصورة على الانستغرام مرفوقة بتعليق جاء فيه أتمنى لي ولكم غدا أفضل 2021.